نبقى في ريف دمشق، حيث استشهد 6 مدنيين وأصيب آخرون بقصف جوي روسي على مخيم خان الشيح بغوطة دمشق الغربية، في حين تعرض حي جوبر الدمشقي لقصف بالغازات السامة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة مدنيين. وفي سياق آخر، أدخلت الأمم المتحدة قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدتي زملكة وعربين في الغوطة الشرقية بإشراف من الهلال الأحمر العربي السوري. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، ما تفاصيل القصف على مخيم خان الشيح وحي جوبر وما الحصيلة النهائية للضحايا؟ نعم، أصلا بالفعل اليوم تعرض مخيم خان الشيح لقصف جوي، حيث استهدفت أحد الغارات الجهة الشرقية للمخيم، مما أدى لسقوط بناء كامل فوق رؤوس ساكنيه. أخرج من تحت أنقاض 6 شهداء بالإضافة لعدد من الجرحى كانوا ضمن هذا البناء. طبعا هذا القصف لم يكن اليوم فقط، القصف التي تعرض له مخيم خان الشيح منذ أكثر من 5 أيام بغارات جوية روسية بالإضافة للبراميل المتفجرة كما هو حال باقي مناطق الغوطة الغربية. حي جوبر أيضا اليوم استهدف بغازات سامة. قام النظام بالبداية بتفجير بناء والتمهيد لاقتحام بري للحي بالإضافة لاستخدام غاز سام. استشهد أثر هذا الغاز 4 شهداء بالإضافة لأكثر من 6 جرحى نتيجة هذه الغازات، نقلوا إلى النقاط الطبية داخل الحي. طبعا هذا الاستهداف كما ذكرنا هو تمهيد لاقتحام حي جوبر الذي يتعرض له منذ عدة أيام. طيب منصور، كان هناك محاولة اقتحام باءت بالفشل نتيجة التصدي لها من قبل الثوار. منصور، حدثنا عن تفاصيل إدخال المساعدات إلى بلدتي زملكة وعربين، وماذا احتوت قافلة المساعدات؟ نعم، هذه المرة الأولى التي تدخل المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلى هاتين البلدتين، هي زملكة وعربين. طبعا قرابة 37 شاحنة محملة بمواد غذائية بالإضافة لمواد طبية دخلت هذه هاتين المدينتين. كما ذكرنا هي المرة الأولى التي تدخل إليهم المساعدات بعد القوافل التي دخلت إلى الغوطة الشرقية. كما ذكرت مواد طبية ومواد غذائية كباقي القوافل تدخل إلى هاتين البلدتين. 37 شاحنة. هل كمية المساعدات تكفي لسكان البلدتين؟ منصور، طبعاً هل تسمعني؟ منصور، هل تسمعني منصور؟ تدخل المواد. نعم. تفضل. كنت عندما تدخل المواد. منصور، نعم، تفضل. بالعادة عندما تدخل المساعدات الإنسانية إلى أي بلدة، يقوم المجلس المحلي باستلام هذه المواد وإفراغها ضمن المستودعات، ثم تنسيق بين كافة المراكز ضمن الحي، المراكز الإغاثية لإحصاء المدنيين المتواجدين ضمن هذه البلدات، وهل تكفي هذه المساعدات للأهالي. طبعا كل القوافل الماضية التي دخلت كان المجالس المحلية تصدر بيان بأن هذه المواد لا تكفي إلا نسبة 20 أو 30% من المدينة. نحن اليوم ننتظر أيضا المجالس المحلية بإصدار بيان بكمية المواد التي أدخلت بالضبط، الإضافة لكم من كم تكفي من كمية الأهالي المتواجدين أو نسبة الأهالي المتواجدين ضمن هاتين البلدتين. طبعا 37 شاحنة لبلدتين كعربين وزملكة لا أظنها تكفي لكثافة السكان المتواجدين ضمن هاتين البلدتين بعد نزوح كبير لمناطق المرج كدير العصافير والزبدين، هذه المناطق التي لم تدخلها مساعدات أيضا. يعني مناطق دير العصافير والزبدين نزحت إلى المناطق الوسطى في الغوطة الشرقية ولم تدخلها مساعدات إنسانية. كل هذه العوائل هي الآن ضمن بلدات الغوطة الشرقية. نعم، من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير، شكرا جزيلا لك.